السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. الى اول مره كتفرج في الفيديوهات ديالي ما تنساش دير ابوني لاشين ومرحبا بك في القناه ديالي. المهم اليوم جبت لكم واحد الخبر زوين بالنسبه للناس اللي تسجلوا في موقع تضامن. ان خرج البارح واحد البلاغ كيقول باللي الناس اللي تسجلوا في موقع تضامن غتبدا تدوز لهم الدفعات من يوم الغد الخميس 22 ابريل 2020. المهم الدفعات غيكونوا يعني غيخلصوا الناس بشويه بشويه باش ما يكونش الاكتضاض. يعني الناس اللي مازال ما غاديش يجيهم الميساج غدا غير يصبروا، غادي يجيهم الميساج. كيف ما شرحت لكم في الطريقه كيفاش غادي تاخذوا الفلوس ديالكم، غيطلع لكم الفيديو في الاخر من اللي سالي هذا الفيديو. شوفوا كيفاش الطريقه غادي تاخذوا الفلوس ديالكم، يعني كيفاش غادي تخرجوا الفلوس ديالكم اللي يجيكم الميساج ان راه خرجت لكم المنحة ديال الدعم ديال الدولة في هذه الوضعية هذه. المهم نتمنى ان هذا الخبر فرحكم. تهلاو في راسكم، ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتبارطاجيو الفيديو مع الناس. تهلاو في راسكم.